طبعا انا ما اعرف يعني مستوى الحساسيه عند بعض البشر في عمليه انه لما اقول بانه دوري المجموعات الحالي يمكن الاربع مجموعات ككل انا تابعتها وشفت جميع المباريات جميعها، ما اقول معظمها، جميعها باستثناء المجموعه الخامسه اللي ما فيها فريق سعودي. واقعيا يمكن اختلف مع ابو نايف انه اوكي احنا فارقين، اوكي اجانبنا مميزين، اوكي انت قاعد تشوف مدربين على اعلى مستوى، لكن واقعيا لما تفتش داخل المجموعات يعني الفرق اللي موجوده في دوري المجموعات تحديدا في غرب اسيا اليوم ضعيفه جدا جدا جدا، وما هي قادره حتى في بعض الفرق ما هي قادره توصل الى مرمى المنافسين كفرق سعوديه وتبني تشوف اسلوب تكتيكي توصل للمنافسين الثانيين مع بعضهم لما يلعبون. لا شوف انا بالنسبه لي وارجع اقولها ومصر عليها واكررها، وفي بعض الناس جاني يقول انت لا تستطيع ان تقول عن مجموعه الهلال انها ضعيفه. لا 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 طيب انت ما تحب اني ابرر، بس انا يهمني اني ابرر احيانا لانه في بعض الناس يروحون لا ياخذوني في زاويه ثانيه مختلفه. ما انا من بعض الناس عندك مشكله مع الجمهور الفلاني، عندك مشكله مع الاداره. طيب عبر عن رايي، انا ما تخلص انا قاعد اعبر عن رايي. ايش اللي حبيبي معك انا؟ انا اقول انت اصلا اول ما بديت كلامك قلت بعض البشر وانت اللي زعلان، مو من الزعلانين. لا لا ماني زعلان انا. طب الحين بس ماني زعلان، لو الفرق الثانيه كان قدروا يخلوني اتراجع عن رايي وقراري. يا ماجد رايك فضفض يا حبيبي على العشاء الاخر فضفض رايك. انا فضفض كل يوم. خلاص تفضل تفضل ماجد رايك لك، لا حد يبي ياخذه منك ولا حد يبي يصادر، هذا رايك انت شايف البطوله بهذا الشكل حقك. احنا متعاقدين معاك ومستضيفينك عشان تقول رايك، مو تقول راينا احنا. يسعدني والله. انا ابغى اقول اليوم هذه الفرق لما تلعب مع بعض، يعني نطلع الفريق السعودي، قادرين يوصلون بابواب بعض ويلعبون مع بعض بشكل تنافسي جيد؟ اي اكيد. ولا هم ضعيفين حتى مع بعض؟ لانهم قريبين من بعض، قريبين من بعض، ما عندهم مثلا اللاعب السوبر ستار. خذ مثلا مجموعة الشباب، يجيني واحد يقول لي الجزيرة بطل الدوري الإماراتي في يوم من الأيام، أي نعم بطل الدوري الإماراتي، لكن الجزيرة ليس الجزيرة، والدليل أن الجزيرة قبل أقل عدة أسابيع في كأس العالم ماخذ 7 أقوى نتيجة وتارجت في تاريخ كؤوس العالم للأندية من نادي الهلال، أوكي؟ الفريق الهندي فريق جديد حديث عهد، اي نعم من مجموعه المان سيتي وانه ممكن يتطور مستقبلا صحيح. الجو العراق الفريق العراقي دائما في الغالب لو ترجع حتى في وضعه في دوري ابطال اسيا، حتى لما في منافسه مع النصر سابقه النصر اخذها ذهاب واياب، ودائما الفرق السعوديه تنتصر على الفرق العربيه في المنافسات الاسيويه. اللي ابغى اوصل له انه بشكل عام يا جماعة الخير أقول بأنه الأربع مجموعات المنافسة للأندية السعودية لا يوجد فريق فيها ند حقيقي للأندية السعودية، والدليل أنه حتى بطل القارة يوم من الأيام وبطل الدوري القطري سنوات عديدة وصاحب امتياز الوصول إلى كأس العالم السد يودع من دوري المجموعات. طيب أبغى أسأل سؤال، ما في منافس لأنه فرقنا أقوى، ولا ما في منافس لانه اصلا الفرق جايتنا ما هي في مستوياتها؟ الثنتين. الفرق السعوديه اليوم تمتاز في لاعبين اجانب على اعلى مستوى، تمتاز زي ما قال ابو نايف في مدربين يستطيعون انهم يصنعون الفارق، تمتاز في اشياء كثيره، وفي المقابل اليوم لو انت تراجع السد هذا اوكي؟ او تراجع حتى الدحيل اللي يقول ابراهيم انه منتخب، او تراجع الريان، او بقيه الانديه الاماراتيه او غيره او غيره، مهم مستواهم السابق. طب من وين نجيب ناس نلعب معهم؟ أه؟ يا اخي انا قلت للاتحاد الاسيوي تبغى دوري ابطال اسيا حقيقي وتبغى نسميها بطوله محترمه وليست كما هي كؤوس الخليج اللي كانت ضعيفه، رجع ادمج الشرق في الغرب ورجع بطولتك، خلها كيانها، اما تديرها بهذا الشكل يا رجل حتى كوزمن بغى يطق فيه عرق يقول انا قاعد خسرت بعض المباريات بسبب انه عدم وجود الفار، معقوله الاتحاد الاسيوي، معقوله قطر اللي ستستضيف كاس العالم وهي من احدى الدول اللي تحت مظله الاتحاد الاسيوي، في دور المجموعات ما عندك فار؟ مو معقوله، حتى التوقيت انت ما انت قاعد في رمضان تلعب، ما انت قاعد تديره صح، تلعب
ثمانية وربع وتلعب 11 وربع، ثمانية وربع، في ناس توها فاطرة ما بعد هضمت وقالوها اللعيبة، كل اللعيبة، و11 وربع قلنا يوم لاعب الهلال الكوري أصيب، قلنا الرجال في العادة 11 وربع قد نام الرجال، حط راسه على المخدة. فمعنى هذا أن الاتحاد الآسيوي عنده مشاكل ويجب أن يراجع وضعه، ولا حتى لا لزيادة الأندية مجرد الزيادة، لازم يكون عندك نادي محترف، وأيضا لازم يكون عندك أندية قوية.